بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. ما زلنا في الأسبوع بتاع المحاضرات التعريفية والأسئلة. إن شاء الله معادنا النهاردة مع المحاضرة الثانية المتعلقة بالرد على الاستفسارات الشائعة. معانا من ضمن الاستفسارات موضوع المواد العلمية، البيم بوك ريتا الفيرجن 8 اللي هو مواكب لإصدار بيم بوك 5، والأسئلة والمراجعة الأخرى يعني دي هتبقى في وقتها، هتبقى بعد سايكل المذاكرة. نظام الشرح زي ما قلنا في الجدول الزمني اللي احنا عاملينه، ان احنا عندنا كل أسبوع هناخد شابتر، في الشابتر ده هنقسمه على 3 مرات، السبت والاثنين والأربعة. كل يوم من الأيام دي هينزل فيديو، الفيديو هيبقى تلت الشابتر تقريبا. هنتفرج على الفيديو وهنذاكر الجزء المتعلق بيه سواء من ريتا او من بيم بوك زي ما قلنا في المحاضرة الاولى، ونخلص يوم السبت والاثنين والاربع، ونيجي على يوم الجمعة هنحل الاسئلة. هقول لكم الاسئلة هتبقى منين، هتبقى من كتاب ريتا. في نهاية كل فصل بيبقى فيه مجموعة من الاسئلة حوالي 30 او 40 سؤال، هنحلهم وهننزل فيديو لحل جزء من الاسئلة دي، وانتوا تكملوا باقي الاسئلة. ومهم خلال الأسئلة إن احنا نبقى بنقيم نفسنا جبنا كام في المية، عشان نسجل الدرجات دي، نسجلها حتى في كتاب ريتا نفسه أو في ريكورد خارجي ملف إكسل، بحيث إن هي تفضل معانا ونقدر نتابع نفسنا. هل محتاجين نحضر قبل الفيديو؟ يعني على حسب الوقت طبعا، لأن انتوا هيبقى معاكم مثلا سبت وحد خاصين بمذاكرة تلت الشابتر. لو حدد بقى معاه وقت يوم الحد اتس اوكي ان هو يحضر اللي بعديه، ما كانش مفيش مشكله، لان هو الفيديو اساسا يعتبر تحضير. يعني هو الفيديو زي ما كنا قلنا في المحاضره الاولى، الهدف منه مش ان هو فقط الشرح، لا، هو الهدف منه ان هو يفتح معانا الموضوع عشان لما ندخل على الكتاب ريتا او البين بوك نبدا نلاقي الامور سهله. هل ملفات الفيديو كافيه للدراسه؟ جاوبنا عليه في السؤال اللي فات، ان لا، الموضوع مش بس ان انا اتفرج على فيديو، لا، ان محتاج ان انا اعمل ايفورت زي ما قلنا في المحاضرة الاولى، ان انا ابقى اكتف وان انا اذاكر بنفسي واخد نوتس وكده. هل يكفي بين بوك فقط مع ملفات الفيديو؟ قلنا ان هو يكفي سواء ريتا مع الفيديو او بين بوك مع فيديو، اي واحد فيهم. هل نحتاج لعمليات مذاكرة او مراجعة لاحقة؟ هو اللي احنا بنعمله ده المذاكرة، وزي ما قلنا في الفيديو محدش بيذاكر بس، بعد ما بتذاكر بتحتاج مراجعة، مراجعة أولى ومراجعة نهائية، أو أحيانا بتحتاج سايكل مراجعة كمان تالتة، على حسب نسب المئوية اللي بنجيبها في الإجابة على الأسئلة. ما هو معيار قياس مدى التحصيل؟ حل الأسئلة. لما بنجاوب على الأسئلة وبنشوف نسبنا المئوية كام في المية، أكيد لما لاقي نفسي جايب مثلا 30% غير 60%، 50 اهي وسط معروفة مثلا ان انا ايه غلطت في شوية حاجات، لكن 30 بعيد يبقى انا ما حصلتش. هل من الممكن ضغط جدول المذاكرة؟ كان في بعض الزملاء يعني قالوا نحاول ان احنا نسبق يعني او نقلل الوقت، فإتس اوكي، يعني احنا عاملين الجدول ان هو يكون متوسط، وفي ناس خلصت الموضوع كله مثلا في 3 شهور او اقل، شهرين ونص، شهرين، وكانوا مخلصين مذاكرة ومراجعة. بس كل واحد على حسب وقته، على حسب المسؤوليات اللي عنده، على حسب هو مخصص عدد ساعات قد ايه للمذاكرة، وبيطيق ان هو يبقى قاعد عمال يذاكر باستمرار بالشكل ده ولا لا، او يضغط نفسه ولا لا، بتختلف طبعا من واحد لواحد. فاحنا عاملين يعني جدول متوسط بحيث انه يمشي مع معظم الناس، لكن اللي حابب انه يسبقنا فده شيء جميل ان هو يبقى سابقنا، لكن بحيث ان هو ما يملش، يعني ما يحسش باحباط او ما يحسش بزهق بعد شويه او ملل من ضغط المذاكره، يعني ما يدخلش الموضوع معاه في اكتئاب يعني وكده. لكن لو هو حابب الموضوع وعمال يجري فده كويس طبعا، لكن على النقيض ما حدش بقى يتاخر عننا، ما حدش يتاخر عن الجدول، احنا عاملينه جدول متوسط عشان ما حدش يتاخر عن الجدول ونمشي كلنا مع بعض. مثلا التغييرات التي سيقوم بها معهد البي ام اي، هو البي ام اي هيغير الكتاب في شهر 9 ممكن للسنة دي، فبالتالي الفيرجن اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو بيم بوك 5th edition ده هيتغير وهيبقى في الاصدار السادس. طيب قصاد كده الامتحان هيتغير على طول في وقتها؟ لا، البي ام اي بيدي فترة، حتى الان محددش امتى هيبقى الامتحان على النسخة الجديدة، بس قال ان هو في الربع الاول من 2018.
الربع الأول ده بيبدأ من 1/1 وبينتهي 31 مارس، فممكن ان هو يبقى يناير او فبراير او مارس، ده ميعاد تغيير الامتحان. لكن ميعاد نزول السيكس اديشن هتبقى السنة دي، هتبقى خلاص يعني على وشك ان هي تنزل، لكن تغيير الامتحان مش قبل 31/12، وان كان المتوقع انها تبقى في فبراير او مارس مثلا. ما فائدة اجتياز الامتحان اذا كان الاهم هو التعلم؟ ده سؤال جميل طبعا. لا شك ان انا عايز اعرف الشخص ده مؤهل ولا مش مؤهل، فالامتحان القوي اللي بالشكل ده اللي احيانا بعض الناس ما بتعديش فيه وبعضهم بيعدوا فيه، فده مقياس على ان فعلا الشخص ده عنده النوليدج المطلوبة. هل سيتم تناول فصول بالترتيب خاصة ان كثير ينادي بتأجيل فصل الانتجريشن؟ احنا فعلا في الجدول مبينين الانتجريشن مخليينه في الاخر. بالمناسبة برضو الفريم ورك ممكن يكون تقيل شوية، وبعض الناس كانوا على الكومنتس بتاعت اليوتيوب كانوا كتبوا يعني ان هو ايه الفريم ورك تقيل والاختلافات اللي فيه ما بين الماتيريال والكتاب والكلام ده، فيعني واحنا بنمشي فيه في الكتاب نحاول ان احنا يعني ايه ما ننتقلش على نفسنا شوية، بمعنى ان لو انا فاهم فكويس وماشي وحلو، لو حسيت ان في حاجة تقيلة في الجزء فقط بتاع الفريم ورك فما فيش مشكلة ان انا اقلبها وابقى ارجع لها تاني، من باب ان انا باخد السهل قبل الصعب. يعني انا لو كان الود ود ان انا ابدأ بالسكوب على طول يعني الصراحة، عشان ايه بيدي انتعاش كده ان احنا خلصنا شابتر وبعد التايم خلصناه بسرعة وبعد كده الكوست والكواليتي، فبيسهل علينا ان احنا نجري. بس هو نظرا لان في معلومات قيمة ومهمة خاصة بالاورينتيشن او ان احنا نظبط نفسنا على فكر البي ام اي عايز ايه، فهو ده كان الهدف الرئيسي برضو من ان ايه ما اجلش الفريم ورك هو كمان. فمعلش اللي هيلاقي حاجة يحس انها غلسة في الفريم ورك يأجلها وهيرجع لها بس بعد باقي الشباتر، لكن بقية الشباتر كويسة يعني ان شاء الله. لماذا لا نستطيع النشر على الجروب؟ هو السؤال كان قديم، وهو احنا فاتحين النشر على الجروب عادي ما فيهوش اي مشكلة. اخدت الكورس من 2007، هل شهادته صالحة لتقديمها للمعهد البي ام اي؟ هي الشهادة بيبقى ممكن 8 سنين، يعني البي ام اي بيشترط ان هي تكون خلال 8 سنوات اللي فاتت. متى صحيح بالمناسبه بالنسبه لموضوع الكورس برضو بعض الناس كانت اتكلمت فيه كتير ان الكورس يعني احنا داخلين عشان ناخد الشهاده وهي دي اهم حاجه وبعد كده المذاكره نبقى نذاكر براحتنا، فده صراحه مش هدفنا في الجروب. هدفنا في الجروب ان احنا نعمل حاجه الاصعب، الاصعب اللي هي المذاكره، اللي هي نشجع بعض على المذاكره، لان ناس كتير زي ما قلنا اخذت الكورسات. الشهاده اسهل حاجه ان انا اخد شهاده، هدخل على يوديمي هلاقي كورسات كتيره اللي مجاني واللي بفلوس. حتى كنا قلنا حتى في الكورس مش لازم ان هو يبقى كورس واحد، ممكن يبقى 2 3 5 زي ما انا عايز، احط مجموعة من الكورسات مجموعها 35 ساعة، ومش لازم يبقى اسمه PMP Preparation Course، ممكن اي مجموعة كورسات. فلو دخلت على مثلا كورسين ثلاثة موجودين على يوديمي واخدت منهم الشهادات بتاعتهم فخلاص انا كده جمعت ال 35 ساعة ومجانا والموضوع بسيط. متى نقوم بالتسجيل الامتحان وما هي شروط التسجيل؟ يعني فيش استعجال برضو للامتحان، يعني بعض الناس بتقول انا كويس ان انا اضغط نفسي او ازنق نفسي بمعاد، فهو الجدول الزمني يعتبر هو ده البديل اللي احنا بنضغط نفسنا بيه او ان احنا بنلزم نفسنا بيه، مش هو مفيش ضغط خالص، هو الجدول مرن يعني، فده اللي بنلزم نفسنا بيه، فمش محتاجين يعني حتة ان احنا نلزم نفسنا بالتسجيل الامتحان. طب لو مش هنلزم نفسنا يعني امتى الميعاد المناسب؟ لما الاقي نفسي مشيت كده في الموضوع والموضوع كويس وانا خلصت مثلا 70% من الكتاب كمذاكرة كسايكل اولى مثلا، يعني على شهر مثلا سبتمبر او اكتوبر، ولقيت ان الموضوع كويس وانا عاجبني الموضوع ومكمل وشادد وحلو وما فيش حاجة عرقلتني، خلاص اتس اوكي ان انا اسجل. لكن هتسجل من دلوقتي وبعد كده لا قدر الله يحصل اي مشكلة، غيرت وظيفة، اضطريت تروح تدرس دراسة اكاديمية، اي حاجة مشكلة حصلت فما كملتش، فيبقى سجلت وفتحت الابليكيشن بمدته اللي هي المفروض سنة يعني وعلى الفاضي يعني. فلا خلينا بس نطمن كده ان احنا ماشيين والامور واضحة وبعد كده نبقى نروح نسجل. الرابط بتاع جروب المذاكرة كنا قلنا عليه اللي هو الـ PMP Study Group، facebook.com على groups على pmp.sg، ورابط قناة اليوتيوب، اليوتيوب على يوزر على مساعدان تيوب. طيب في بعض الأسئلة ممكن ما اتنقلتش هنا، فلو كده نجيبها من على الفيس مباشرة.
ده كان البوست اللي نزل بتاريخ 24 اللي هو كان فيه الجدول. فلو كده هنبدأ بقى ايه نعدي نشوف لو في أسئلة ولا حاجة. هو لازم اللي ياخد الكورس ده يكون مهندس، فلا مفيش اشتراط، هو على موضوع اللي معاه بكالوريوس مش شرط هندسة، بكالوريوس 4 سنين بيبقى له ان هو يكون شرط معين اللي هو 3 سنين خبرة. وبرضو اللي معاه السكندري ديجري او اللي هي مثلا دبلوم او مؤهل متوسط يعني، فده برضو متاح ليه ان هو ايه يدخل بس بعد سنوات خبرة اكتر. الاصدار الثالث خلاص على وشك ان هو ينزل، فلا نلحق باذن الله، الوقت معانا وباقي لنا لسه 5 شهور في السنة، غير ان هو مش من المتوقع ان هو يبقى في اول السنة. والنقطة الأهم برضو إن لو لا قدر الله حد مثلا خد 8 شهور 9 شهور في المذاكرة فما فيش مشكلة خالص، يعني هو الإصدار السادس موجود بالفعل الدرافت بتاعه، واللي اطلع عليه عارف إن التغيير مش كبير، وكنا نزلنا التغييرات ديت يعني ووضحناها برضو، فما فيش مشكلة. يعني لب العلم واحد، النولج نفسها واحدة، مش هيغير فيها حاجة، هو يأكد عليها بس هيعمل شوية تحسينات، شوية منها تحسينات على الديفينيشن، تحسينات على الاكسبريشن، إنه هو يجمع مثلا الحاجات بتاعت الرول بتاع البروجكت مانجر يجمعهم في شابتر لوحده منفصل بدل ما هو كان متوزع، يغير الهيومن ريسورس يبقى ريسورسز بس بحيث ان تشمل كل الريسورسز، فيعني الحاجات ايه تعتبر خفيفة يعني. لكن النولج نفسه بالعمليات والتولز مش هيغيرها، لان هي تولز موجودة من زمان وعالمية، ومش البي ام اي هو اللي حط التولز يعني. فمعظم الموضوع هيبقى ثابت، يعني مثلا ممكن نقول التغيير 5%، فلو لا قدر الله حد ما ذاكرش مثلا خلال ال7 شهور او اخد 8 شهور في المذاكرة واضطر ان يمتحن على الاصدار السادس ده، لو فعلا يعني الامتحان اتغير في الربع الاول لانه عمال يتأجل بقاله فترة زي ما انتم شايفين اللي متابع يعني، فحتى لو حد اتأخر يعني مش هيبقى فيه اي قلق، يعني اللي ذاكره ده مش هيضيع، هو نفسه بس مجرد عملية ايه اضافات خفيفة عليه. طيب كان حد برضو قال ان احنا هنذاكر منين، فانا شرحت دي في النقطة الاولانية في المحاضرة التعريفية، قلنا ان احنا هنذاكر من ريتا او البين بوك واحد فيهم. ما عندي خبرة بالعمل اتواصل معاكم ازاي؟ هو التواصل كله من خلال الجروب بي ام بي ستادي جروب، هي دي هيبقى التواصل عليها، من خلال ان حد ينزل بوست والبوستنج مفتوح بس بالابروفال، او ان احنا نكتب في الكومنتس بتاعتها، وبطلب من الكل ان هو يتفاعل، محدش يستنى مثلا ان ايه ان اللي عارف بس هو اللي يرد او ان انا ارد، لا كله يبدا يرد وكله يعلق ويبقى الفايدة مجتمعة يعني، ونفيد كلنا بعض يعني. هل بعدها ممكن اقدم على امتحان؟ هو احنا عرفنا الامتحان وعرفنا المعهد البي ام اي وقلنا الشهادة اللي هي البي ام بي وقلنا عليها في الفيديو الاولاني يعني. الموضوع جروب الواتس يعني قلنا برضو ان هيبقى صعب موضوع جروب الواتس ده، عشان ايه موضوع بعض زميلاتنا يعني مش هيرضوا ان الرقم يبقى متاح، وقلنا ان هو يفضل ان يبقى فيه سب جروبس يعني جروبات كتير للواتساب كل مجموعه، بحيث ان هم ايه يحفزوا بعض ويحمسوا بعض ويبقى في تشجيع متبادل ما بينهم ومتابعه كمان ما بينهم وبين بعض يعني. المذاكرة هتبقى من كتاب ايه؟ قلنا ان هو بين بوك او ريتا، اي واحد فيهم الاسهل يعني وكده بالنسبة لنا، وقلنا ان معظم الناس بتحب كتاب ريتا لان هو يعني ايه اسلوبه سهل وسلس، مش علم ورا بعضه، لا بتحس ان هو ايه بيناقشك في وسط الكلام يعني، وريتا بتقول احيانا نكت وكويس يعني. ازاي اخلي 25 ساعة 35؟ ده اللي هو على موضوع كورس يوديمي. مهندس عادل محمود،
هو موضوع يوديمي، انا كنت قلت ان هو جاي يوديمي حسب الموضوع بطريقه مختلفه، بدل الاسئله اللي احنا كنا حاطينها ما بقاش يحسبها في خدها في الحسبان، فنزل عدد الساعات ل 25. فطبعا في الحاله دي انا مضطر ان انا اخد شهاده تانية معايا، يعني اللي هياخد الكورس اللي موجود على يوديمي بتاعنا فممكن ان هو يسجل اي كورس تاني معايا. كان في كورس كنا نشرناه برضو للمهندس وليد، كان عامله بالبروسيس جروب، وليد البسيوني كان عامله بالبروسيس جروب يعني بطريقه عرضيه، هنعرف الكلام ده مع الوقت. موجود عدد الساعات بتاعته كبيره، فلو خدت ده وخدت ده وسجلت بالاثنين، والاثنين فري، الاثنين بدون اي قيمه ماليه، لو خدت الاثنين وسجلت بيهم فما فيش اي مشكله خالص. الجدول لم يراعي فتره الحج، ده صحيح، لان يعني ايه احنا لسه في بلان ايه يعني، يا رب نلتزم بيها، التزمنا بيها ان شاء الله هنراعي فتره الحج ما تقلقوش. هل جدول المذاكرة كفيل ان بعد لما اخلص ادخل الامتحان في اول نوفمبر؟ لا، هو طبعا زي ما قلنا دي مذاكرة وهنحتاج 2 سايكل مراجعة على الاقل، وطبعا المراجعة بتبقى مدتها اسرع بكتير يعني. هل لازم كورسات معينة قبل هذا الكورس او اي شيء اخر؟ لا، مفيش اشتراطات خالص يعني، بس طبعا لا شك ان اي كورسات كونستراكشن مانجمنت او بروجكت مانجمنت واخدينها قبل كده بتسهل شويه في الفهم، لكن مفيش اشتراط لاي كورسات تانية. المصادر منين؟ قلنا ان هو ريتا والبين بوك واحد منهم، او لو حد جمع ما بين الاتنين يبقى كويس، بس على حسب الوقت طبعا يعني. هل في فيديوهات جديده؟ لا، هي نفس الفيديوهات، هي الفكره في ان احنا بنبقى بنشجع بعض بالجدول وملتزمين وماشيين بخطه واحده وبنتابع بعض، وخلصت؟ لا، ما خلصتش؟ لا، لو سمحت حاول تخلص، شد حيلك في اللي فات، مش عارف ايه، عشان نلحق مع بعض وكده يعني. فالموضوع مش فيديوهات كده، ما الفيديوز هي هي يعني، او المادة العلمية موجودة على اليوتيوب سواء ليا او لغيري، وناس افاضل اكتر مني احسن مني يعني وموجود، بس الفكرة كلها في ان احنا عاملين جدول زمني عشان نلتزم بيه، عشان نشجع بعض ونبقى نمشي فعلا، لان ناس كتير الفيديوهات موجودة على طول وبياخدوا كورسات، ومع ذلك محدش بيتحرك ان هو ايه يقدم على الامتحان غير اعداد قليلة جدا. فاحنا حابين ان احنا نشجع اي حد همته مثلا ضعيفة ومحتاج ان حد يتابعه، فاحنا نبقى بنتابعه بنزقه وبنشجعه. الواتس قلنا عليها خلاص. طيب، وبعد ما نخلص اخر حاجه بعد الاثكس قلنا هيبقى نحتاج سايكل مراجعه اولى تبقى مدتها اقل بكتير، تبقى ممكن شهر ونص مثلا، وبعد كده ايه نص شهر الامتحانات المراجعه الاخيره، وعلى حسب نسب الحل بتاعتنا، نسب كم في الميه صح وكم في الميه غلط وكده. للاسف الجدول مش واضح، ممكن ارسله تاني بس واضح، هو لما بنضغط عليه بيدخل على الجوجل شيت فنقدر ان احنا نعمله داونلود، بس لو كده ممكن احط لكم ماشي اللينك بتاعت الاكسل فايل بحيث اللي حابب يداونلود على طول بدل ما يبقى صورة يعني. جميلة الصورة ما شاء الله. سجلته، محتاج الماتيريال. انا شايف ما شاء الله الشباب منزلين على الجروب كمية ماتيريال كبيرة، والجروب قلبوا بس في البوستس اللي فيها هتلاقوا ماتيريال كتير، هتلاقوا اي حاجة تحتاجوها اتوقع هتلاقوها بسهولة يعني. يعني كله عمال ينزل في حاجات يعني مختلفة ما شاء الله. من غير زعل، ولو واحد عايز يبتدي معاكم من الاول؟ طيب نبدأ مع بعض. ماشي يا سمسم، أسامة صديق العمر ده، ربنا يكرمك يا أسامة. أسأل الله أن يبارك، آمين، اللهم آمين. كنت بسأل عن الباوربوينت لو يتوفر لكل سلايد عشان نطبعه يبقى أسهل. طيب أنا هنزل لينك على الجروب، هيبقى فيه
كل الباوربوينت لجميع الشابترز اللي عندنا. هل اول مره يذاكر ممكن يحضر معاكم ولازم يكون حضر الكورس قبل كده؟ لا طبعا احنا بادئين من البدايه خالص يعني، فمش لازم اي حاجه قبليه يعني، احنا بادئين من المربع صفر يعني. شرح الفكره، احنا قلنا الفكره ان احنا هنذاكر مع بعض ويبقى في التزام بجدول زمني، وحاطين جدول زمني ان احنا هنذاكر كل اسبوع شابتر، ناخد سبت واثنين واربع مذاكره، فيديو وبعدين ندخل على الكتاب اللي هنذاكر منه سواء ريتا او بين بوك على حسب ما نستسيغ. ممكن في اول اسبوع ده نبص على الاثنين ونشوف، بس انا برشح ريتا لمعظم الناس باعتبار ان هو الاسهل، وبالنسبه للبين بوك هو الاقوى والاحسن، بس يعني اسلوبه بيبقى صعب اول مره، ممكن في المراجعه ان احنا نقراه، او لو حد شايف ان هو جميل من البدايه يبقى الافضل طبعا ان هو يمشي من البين بوك. وهناخد زي ما بنقول سبت واثنين واربع الفيديو زائد المذاكره من الشابتر ده، وناخد النوتس بتاعتنا، وبعد كده ندخل على الاسئله اللي هي بتبقى في نهايه كل شابتر في ريتا، بيبقى حوالي 40 سؤال هندخل عليهم يوم الجمعه من كل اسبوع. لو حد خلص الخميس يدخل الخميس طبعا يعني. كيفية التقدم الامتحان، هنزل فيديو ماشي، في فيديو موجود كان على اليوتيوب بتاع واحد من الزملاء كان عامله وكان قوي يعني، بيبين فيه ازاي بيسجل الابليكيشن بالظبط، فلو كده ممكن ننزله على الجروب بتاعنا يعني. الماتيريال زي ما قلنا كله تقريبا ايه، كل الماتيريال الشباب منزلينها يعني. نحجز الامتحان عشان يكون دافع، دي قلنا عليها، وقلنا خلينا نأجل الحجز يعني بحيث ان احنا نمشي الاول ونشوف فعلا ان احنا ايه مشي الموضوع معانا ولا ايه. الفيديوهات والماتيريال، الفيديوهات موجودة على اليوتيوب اوريدي وهتنزل على الجروب في ميعادها الطبيعي اللي هو طبقا للسكادجول اللي محطوط يعني، والماتيريال هنزلها انا بعد الفيديو ده او قبليه، ممكن هتلاقوني منزلها. سيم جروب اون لينكد ان، لا لينكد ان مفيش جروب، مش عاملين عليه اي جروب، فهيبقى المتابعه من خلال الفيسبوك باعتبار ان هو ايه معظم الناس على الفيسبوك يعني، تقريبا كل الناس بتفتحه باستمرار يعني صبح وليل يعني. لينكد ان وقت الشغل بس عشان ايه الناس تهرب من الشغل ولا حاجه يفتحوا لينكد ان. نذاكر وناخد الشهاده، السؤال مش مفهوم بس هو انتوا بتكلموا بعض، انا فكرت سؤال ليا معلش. ايوه انا بس مش عايز ايه ان انا فوت اي اسئله، فعشان كده بحاول يعني ان انا ايه اعدي على كله يعني. انا اخدت دورة 3 مرات واكتشفت ان مرة واحدة تكفي ويكفي اطلاعك على المراجع، ولا تنسى تخصصك كمهندس فهو المهم في حياتك العملية. كلام جميل، وانا مؤيد ان ما ناخدش الكورس اكتر من مرة، الاساس المذاكرة، اخذ الكورس زي ما قلنا ده passive learning زي ما قال الباشمهندس محمود فعلا، ان هو يعني مفيش داعي لاخذ الكورس اكتر من مره، هي مره واحده كفايه. احنا المهم والاصعب ان احنا نذاكر، وده اللي احنا هدفنا ان احنا نعمله مع بعض، ان احنا نبقى بنذاكر. اضافه الملف الخاص ماشي اللي هو الاكسل شيت هنزله حاضر، اللي هو بتاع الجدول الزمني، بحيث اللي عايز ايه يبقى طابعه او يبقى معاه لو حد عدل فيه او شيء، بس يفضل ان احنا كلنا نبقى ماشيين بنفس الاسكادجول يعني. في الماتيريال هتنزل حاضر، اتس اوكي. الناس عماله تنزل ماتيريال يعني، ما شاء الله مجهودات مشكوره من الجميع.
المادة التدريبية اللي استعنا بيها للمذاكرة، المادة نفسها الباوربوينت هنزله، وزي ما قلت بقية الماتيريال الزملاء منزلينها بالفعل يعني. أنا خدت كورس بس ما اشتغلتش عملي على أي تول خلال الكورس. هل لي لازمة إني أخد كورس عشان براكتس مايكروسوفت؟ ولو هقدم على اي شغل مش محتاج ان اكون متدربه؟ والسؤال مش واضح يعني، بس هي التول شيء والمنهج بتاع البيم بتاع البيم بي شيء تاني طبعا، اكيد في ترابط ما بينهم بس مش زي بعض. التول في النهايه، التول اللي انا فاهمه من السؤال سواء مايكروسوفت بروجكت او بريمافيرا، ان هي خاصه بالسكادجولينج، ان انا بعمل سكادجولينج. لكن البي ام بي بتتكلم في كل العلوم المتعلقه باداره المشروعات، مش بس بقى الجزء بتاع السكوب دبليو بي اس وتايمينج وكوست، لا كمان تتكلم في موضوع الريسك، ده مش موجود في الغالب في معظم التولز. تتكلم في الكوميونيكيشن، في الهيومن ريسورس، في البروكيورمنت، في الانتجريشن، الكواليتي، فكل ده زياده مش موجود في التول. والمنهج اساسا هو نظري، ما فيهوش اي تدريب على احد التولز يعني. فالتول في الغالب اللي بيستخدمها البلانرز مثلا، او اللي شغال في موضوع السكيدجولينج. لكن بعض مثلا مدراء المشاريع قد يحتاج ان هو يبص على جدول زمني او حاجه على التول مباشره، فبيبص ماشي اوكي، لكن في الغالب ما بيستخدمهاش يعني. لكن العلم بتاع البي ام بي، فكل الناس اللي بيشتغل في اداره المشروعات سواء كان دوره في الكنترول، في الكونتراكس، في حتى في الجزء التكنيكال مثلا، كل الناس تقريبا ايه بتبقى محتاجه ان هي تتكلم بنفس المصطلحات. عيد الأضحى معلش مش هنحطه بس دلوقتي لغاية ما نشوف الموضوع أخباره إيه يعني. ماذا لو انتهت مدة امتحان بي ام بي دون الضغط على اند اكزام؟ الامتحان ينتهي اوتوماتيكيا ام ماذا؟ هو بيقفل، هو ما بيستناش، هو بيخلص الاربع ساعات وانت بتمتحن وبيقول لك شكرا انا خلصت الوقت. ده لو بتكلم على الامتحان الحقيقي، مش عارف السؤال تقصد كده ولا على سيميوليشن ولا ايه. انا كنت هنا من 4 شهور ومشيت على الجدول والحمد لله بقيت سيرتفايد. بسم الله ما شاء الله، الف مبروك باشمهندس محمد القاضي، جد العزم والهمة، وتذكروا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك. منص عمرو كمال قشطة، هنبدأ خلاص. قشطة جدا ان شاء الله، عايزين فعلا باستمرار كده ايه تحفيز الناس، تبقى محفزة بعضها يعني، ويبقى في شد للهمم والعزيمة، ونعمل حتى موضوع التيم بيلدينج، الناس تبقى بتتعرف على بعض خلال الجروب، من اللي بيسأل سؤال في واحد بتاني بيرد عليه، وبعد كده بيرجع يشكره، فيبدأوا يتعرفوا على بعض باستمرار، بيبقى معروف مين هو اللي بيجاوب على الناس او مين هم اللي دايما بيجاوبوا. فده كله يعني موضوع التيم بيلدينج بيحفز بشكل كويس يعني. عايز اشتري ريتا وبين بوك، هل ممكن في اماكن بيعهم في القاهرة؟ متوسط سعرهم حقيقي مش عارف القاهرة والله، مش عارف فين. لو حد من الزملاء اتوقع ان في كومنتس يعني، او ريبلاي على الكومنت ده. هل لازم خبرات معينة؟ ده ردنا عليها موضوع ال3 سنين خبرة. جروب على الواتساب برضو احنا قلنا ردنا عليه، وكويس ان يتعمل اكتر من جروب، بس تبقى سب جروب ما يبقاش هو المين بالنسبه لنا، لان قلنا موضوع الريفرنس فيه مش سهل. في الواتساب انا عشان اطلع موضوع معين هلاقي المواضيع كلها متداخله ورا بعضها، لكن يعني واحد بيسال سؤال بعديه مثلا واحد تاني كان بيعلق على حاجه قبليها، بعد كده واحد بيكمل على التعليقات، بعديه بتلات اربع تعليقات واحد بيرد على السؤال اللي اتسال ده، فتلاقي الامور مش مترابطه. على عكس هنا بوست وتلاقي الكومنتس عليه، فالريفرنس في الفيسبوك افضل بكتير طبعا من الواتساب يعني. حل مشكله الانجليزي يعني كنا قلنا عليها كده، وكتبت كومنت يعني
موضوع ان الاستفاده بالمره طالما انا بذاكر ماده فيها انجليش يعني، فيفضل ان انا يعني ايه استفيد من الموضوع ده بان انا حتى لو اضطريت يعني ان انا اخد وقت اطول ان انا ابقى ذاكرت بالانجليش، خاصه ان بعد كده ممكن يبقى فيه شهادات تانية اعدي عليها زي الريسك، زي السي سي بي، البي ام او، البورتفوليو، شهادات بيزنس، اي شهاده اخدها بعد كده ويبقى فيها مذاكره وتبقى انجليش، فيفضل برضو ان يبقى ايه انا اخدت التجربه عشان يسهل عليا اللي بعد كده يعني. شيت الاكسل، حاضر انا هنزله. قلت حديث التخرج، كنت قلت برضو على موضوع حديث التخرج ده في المرة اللي فاتت يعني اني مش مهم ابدا موضوع البي ام بي بالنسبة لحديث التخرج خالص يعني. حديث التخرج مطلوب منه خاصة في الكونستراكشن يعني ان هو يعني ايه يتابع موضوع الموقع اكتر يعني، لان فعلا اسئلة الموقع هتقدر تسأل وانت صغير، لكن لما تعدي عليك 3 سنين ولا 5 سنين مثلا هتتكسف تسأل، ولو سألت الناس هتبص لك باستغراب ازاي 5 سنين وما تعرفش الاسئلة دي. فاهتم بتفاصيل الموقع اللي هي كتير قوي يعني، ده في الكونستراكشن. ممكن في مجالات تانية زي مثلا الاي تي اكتساب الخبرة بيبقى اسرع، لان انشاء منشأ في الهندسة الانشائية عشان تطلع خرسانات وبعديها تشطيبات مع الكتروميكانيك بياخد وقت، بياخد له 2 سنين مثلا ولا 3 ولا حاجه، فالخبره بتيجي على مهلها يعني. لكن في الاي تي مثلا الموضوع بيبقى اسرع شويه واكتساب الخبره بيبقى ممكن اسرع يعني. هل الجروب منقسم عشان جدول زمني تاني؟ لا، هو ممكن الجداول الزمنيه بتاعت 2016 يعني ممكن يبقى فيه تشابه، لكن هو جدول واحد اللي احنا ماشيين عليه اللي هيبدا 5 اوجست الجاي باذن الله. البينبوك 6، جاوبنا على السؤال ده خلاص. طيب خلينا نشوف لو في اي اسئلة تانية كده. احد الزملاء ما شاء الله اجتاز الامتحان، وجميل ان اي حد يعني يجتاز الامتحان ينزل بوست كده عن lessons learned، الحاجة اللي هو استفادها او اتعلمها من خلال الامتحان، باعتبار ان ايه بقية الزملاء يستفيدوا يعني. مش لازم يقول انا جالي سؤال ايه بالظبط والكلام ده، بحيث ان هو برضه يبقى فيه ناحية ethical، لكن على الاقل يقول ايه مثلا طريقته في المذاكرة، استفاد ازاي، ايه الحاجة اللي عملها وفعلا فادته في المذاكرة، ايه الحاجة اللي كان المفروض يعملها عشان تفيده من وقع دخوله الامتحان، فينقل لنا خبرته كلها يعني وينزلها في بوست على الموقع. لا شك ان ده بيبقى مفيد لكل الزملاء وبيبقوا منتظرينه يعني، وفي نفس الوقت نشارك معاه الفرحة ونبارك له، وان شاء الله كلكم باذن الله تبقوا سيرتفايد بي ام بي عن قريب باذن الله. طيب ده البوست التاني اللي هو كان فيه الفيديو اللي كان نزل يوم السبت، نشوف برضو لو عليه اسئله ولا حاجه. سيريا نورماندي 2، محمد، الحاجات دي حلوة يعني. لا شك ان القفشات دي بتطلع بره المود يعني، وفي نفس الوقت ايه بتحببك في الـ في الـ احنا مش عايزين نقول ان هو زي فصل دراسي او ان هو احنا موجودين في قاعة محاضرات يعني، هي بالفعل كده، لان كل الناس عمالة تتكلم في علم، يا واحد بيسأل في حاجة يا واحد بيجاوب عليه وكده، فمع الوقت ممكن ان انت تحس بملل يعني، انا هدخل تاني على الفصل الدراسي ده او على قاعة المحاضرات دي، انا عايز اطلع على حتة تانية. فلما بيبقى فيها موضوع التيم بيلدينج ده، ان الناس في تعارف ما بينهم وتقارب والناس عارفة بعضها وبتشوف بعضها باستمرار، فده بيشجعك انك ادخل اشوف هي الناس بتقول ايه، وطبعا اي واحد بيسأل سؤال والناس بترد عليه الكل بيستفيد يعني. فيفضل ان اي حد عنده سؤال ينزله على الجروب على طول، بحيث ان اي حد هيرد عليه الباقيين هيستفيدوا يعني. متى المحاضرات؟ اي ساعة؟ المحاضرات طبعا مسجلة على اليوتيوب، بس هنزلها في الجروب بإذن الله. نحاول ان هي تبقى مثلا الساعة 10 يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الاربع والجمعة الاسئلة. الفيديوهات القديمة او موجودة، هي اللي بنذاكر منها، ولا ما ادمتش ولا حاجة، لا هي
الماتيريال بي دي اف، احنا ننزلها باوربوينت على الجروب باذن الله. الفيديوهات هتنزل على يوديمي، هي موجوده بالفعل في يوديمي، وكنا قلنا اللينك بتاعها يعني. المحاضرات والبوستات يكون ليها ترقيم عشان كل واحد يعرف يتابع بشكل افضل. طيب فكره كويسه، وحتى نحاول نعمل مثلا هاشتاج او حاجه بحيث ان ايه يلم كل البوستس اللي خاصه بالمحاضرات فقط، يعني مش اسئلتكم لا، المحاضرات تبقى على الهاشتاج ده، بحيث ان اي حد يضغط عليه يعمل له فلتريشن لفقط البوستس بتاعه المحاضرات بدون الاسئله مثلا اللي انتوا هتسالوها او اي بوستات تانية بتنزل على الصفحه يعني. فماشي، يبقى ممكن ترقيم بالإضافة للهاشتاج، أتوقع ده يبقى مفيد طبعا يعني، يعمل ريفرنس قوي. الماتيريال قلنا الناس يعني بتنزل على الصفحة، وأنا حاول نأكد برضو مرة تانية يعني. المهندس عمرو كان سأل على موضوع ال prepare valuable summary، ان انا اوضح فيه يعني او مثال او كده. هو الموضوع ببساطة ان انت بتاخد نوت للحاجة المهمة، هتدخل على الصفحة مثلا هتلاقي فيها كلام دش كتير، الدش ده مهم عشان هيفهمك حاجة معينة، بس في النهاية محتاج بقى ألخص الصفحة في 4 سطور او 5 سطور بالكتير مثلا، بدون مثلا جراف بقى او شارتس او كده، لان الحاجات دي برضو يعني الشارتس او كده بتساعد على ايصال المعلومة ليا عشان افهم المعلومة. فهمتها خلاص، مش محتاج بقى مرة تانية ان انا ارسم الشارت ده او ان انا ارسم الجراف ده، لا انا يكفيني بس ايه الخص اللي انا فهمته منها في الورقة يعني. وزي ما بقول كل ورقة مثلا تبقى 3 4 سطور، وفي ورقات هلاقي ان انا مش محتاج منها حاجة، الموضوع بسيط، كان في شوية اسئلة مع رسمة مع مش عارف ايه، فمش محتاج ان انا الخص منه حاجة يعني. فهو تلخيص، وبرضو هتلاقي كتير مننا عنده معلومات معينة، البي ام بي يعني او الكتاب المعلومات مش حكر عليه، بالعكس ده هو واخد التولز القديمة وبيحاول ان هو يجمعها يعني، هي تولز موجودة من زمان معظمها وناس اخترعتها، وهو عمل ان هو جمعها بس في شكل بروسيس العملية يعني، او عمليات زي ما نعرف خلال المنهج، وحط التولز دي ورتبها مع انبوت واوتبوت بشكل ستاندرد كويس. فبالتالي هي اوريدي يعني معلومات موجوده ومعلومات معروفه، فوارد ان اي حد مننا يلاقي ان هو عارف حاجه معينه، فخلاص مفيش داعي ان انا اكتبها تاني طالما حاجه انا عارفها مثلا يعني. لو حد مثلا كان عنده فكره عن موضوع الكريتيكال باس مثلا والاكتيفيتي اون ذا نود واكتيفيتي اون ذا ارو زي ما نعرفهم في الفيديو بتاعهم لما يجي وقته، واحد كان عارف الكلام ده وهو يعني اشتغل بيه قبل كده، فمفيش داعي ان انا الخصه تاني يعني. لكن لو حاجة جديدة عليا يبقى افضل ان انا الخصها، او لازم ان انا الخصها في سمري. وكنا قلنا حل تاني ان انا اعمل موضوع الاندرلاين او الهايلايت، بس قلنا ده يعني يجي في المرتبة التانية لو فعلا انا خلاص مش قادر بقى ان انا الخص ومش عارف ان انا اخد نوتس. باجي الخص الاقيني كلت الكلام، مش مهم، المهم المعنى، انا مش فارق معايا ان حد يعرف يقراه بعديك، المهم ان انت تعرف تقراه يعني. مش فارق مثلا، ما بتكلمش طبعا على الخط، بتكلم على المعنى، مش فارق ان حد يجي يقرا يحس ان انت كلت كلام، فانت اللي انت عايز توصل له الكلام اللي هو واحد غيرك يعني هيقرا الكلام ده بعد مثلا سنه مش هيفهم الكلام قوي، فانت بتحاول احيانا تلاقي نفسك بتصيغ التلخيص ده بصياغه كويسه عشان لما يجي واحد بيجي لك كده الفكر ده يعني، عشان لما يجي واحد بعديك بسنه ولا سنتين يقرا الملخص بتاعك يفهم. لا مش هو ده الهدف بتاعنا خالص، الهدف ان انت اللي تعرف تقراه، الهدف ان انت اللي تعرف تستفيد منه، فلا لخصه بالتلخيص اللي يفيدك انت، حتى لو كلت الكلام مش مشكله عادي، المهم تبقى شبعان وانت واكل يعني. طيب توكلنا على الله ماشي. معناه ايه ده على الاف او على الفلو؟ انا ما فهمتش. ماشي هل شرط الحصول على الشهادة اني اكون اشتغلت مدير مشروع على الاقل 3 سنين؟ لا مش لازم مدير مشروع، في المشروعات، في ادارة المشروعات. ولو مش متوفر الخبرة كمدير مشروع 3 سنين ازاي اقدر ادخل الامتحان واخد الشهادة؟ لا مش لازم مدير مشروع. سيتم اصدار الامتحان، سيتم تغييره من شهر يناير. ك
كان في النسخة السادسة، هل أفضل انتظار لظهور النسخة الجديدة؟ لا لا، مفيش، طالما في حماس دلوقتي وبنشجع بعض يبقى لا، نتوكل على الله. المهندس عمرو عمارة مجاوب، جزاكم الله خيرا، موجود إجابته في الفيديو. جميل الجهد الإيجابي ده والمساعدة من قبل الناس مع بعضها، جميل يعني. فيديو الإجابة على الأسئلة متى موعده؟ موعده الآن بيتسجل يعني، يعني أنا بسجله حالا إن شاء الله يعني، ف ميعاده الأربعاء. محاضرات لها وقت معين ولا بأي وقت من التواريخ الموفقة سلفا، أو التاريخ التواريخ الموجودة يعني في السكادجول؟ إن شاء الله نحاول إن هي تبقى 10 الصبح مثلا في كل يوم من الأيام دي، اللي هي السبت والاثنين والأربعاء. نركز في الفيديوهات الجديدة ولناش دعوة بالكورس اللي موجود، هو نفسه بس الفكرة زي ما قلت ان احنا ايه، بنشجع بعض على ان احنا نذاكر مع بعض، واللي كان سمعه قبل كده عايز يسمعه تاني اتس اوكي يعني، بس اهم شيء ان ايه، ان انا اذاكر، ابذل مجهود بنفسي، هو ده اللي هيثبت المعلومة. لو قعدت اسمع الكورس 60 مرة مش هيثبت المعلومة غير لما انا اذاكر بنفسي. اخر اصدار من ريتا اللي هو 8 الموافق للاصدار الخامس. نسخة منه عربي؟ لا مفيش العربي، مفيش في بيم 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 بوك عربي، اللي حابب ان هو يذاكر يعني بالعربي، بس انا يعني ما انصحش بيه قوي الا لو حد بس عايز يفهم بسرعة الموضوع ايه، لان معظم المصطلحات يتم تداولها في السوق بالمصطلح الانجليش مش بالعربي. يعني هتلاقي في الكتاب العربي حاجة اسمها هيكل تجزئة الاعمال، تبقى انت مش عارف ايه هو ده، مع ان لو قريته بالانجلش هتلاقي ورك بريك داون ستراكشر مثلا، او الدبليو بي اس، فالدبليو بي اس معروف وكل الناس يعني معظم الناس عارفينه، لكن لما تقول هيكل تجزئة الاعمال فتحس ان هو ايه، الموضوع مش ماشي قوي يعني. فانا افضل المذاكرة بالانجلش يعني. باخر الفيديو التحضيري هنفضل مع بعض 6 شهور، هل تقصد مع فترة المراجعة الاولى والتانية؟ اه مع الاولى والتانية يعني. المذاكرة في الغالب الاولانية مثلا خلصناها مثلا في اواخر 10، هنحتاج مثلا شهر ونص مراجعة ونص شهر مراجعة تانية بإذن الله. أخذ النقاط 35 أكتر لأنه مهم للتسجيل الامتحان، وهل في ناس دخلت الامتحان بدون النقاط؟ بدون النقاط هل فعلا؟ لا لازم طبعا شهادة. الفكرة كلها ان انا وانا بسجل الابليكيشن بتاع الامتحان بيقول لي هل انت خدت 35 ساعة، اكتب لي ايه هم ال 35 ساعة اللي انت خدتهم. فمثلا لو انت واخد كورس واحد مدته 35 ساعة، بتدخل الكورس واسم الترينر مثلا او اسم المركز اللي اعطاك الكورس وشوية تفاصيل تانية، وتقول عدد الساعات بتاعته كام. ده معناه ان انت تدخل ممكن اكتر من كورس. انا في امتحان الريسك مثلا كنت مدخل 8 ايتمز زي ما كتبت في احد التعليقات قبل كده. طيب لو انا دخلت دلوقتي الكورس وكان مثلا عدد الساعات اقل، زي ما قلنا الكورس بتاع يوديمي دخلت 25، اقوم جاي عامل اد، هو عاطيني الامكانيه دي ان انا اد اكتر من كورس، او عامل اد لكورس تاني، اي كورس تاني شفته على يوديمي مختص باداره المشروعات، وقلنا على الكورس بتاع المهندس وليد بالبروسيس جروب، وممكن ساعتها يضايف الفيديو ده هيقول لي ان عدد الساعات كده بتاع الكورسين مثلا 25 و25 يبقوا 50 مثلا، وانت محتاج 35، فانت كده اوكي في الابلكيشن هيلاقيه مش معترض ان هم اكتر من 35، بل بالعكس هو بيقول لي خلاص انت كده اوكي واستوفيت عدد الساعات المطلوب. طيب هل الناس دخلت الامتحان؟ اه، حته بقى ان هو بعد ما انا اسجل الكلام ده على الابلكيشن الاونلاين، ببعت الابلكيشن، حاجه من الاثنين، يا اما ان انا بعدي وبيقول لي خلاص اتس اوكي ابدا سجل ميعاد الامتحان اللي انت عايزه من خلال بروميتريك، الموقع اللي انا بمتحن منه او اللي بسجل يعني بحجز الامتحان منه، او ان انا بيجي لي اوديت. اوديت معناه ان هو بيقول لي لو سمحت ابعت لي صوره من الكورس او الكورسات اللي عددهم 35 ساعه بالاضافه لشهاده البكالوريوس، وبالاضافه للابلكيشن اللي كنت كاتب فيه الخبره، خلي الشخص اللي كان كنت انت كاتبه يعني ان هو المدير المباشر بتاعك يوقع على الجزء بتاع الخبره ده او الابلكيشن ده. هنشرح الكلام ده كله بتاع الامتحانات بعد كده يعني، او في فيديو حتى انا كنت قلت لكم عليه بتاع التسجيل، بس اللي اقصد اوضحه بس من النقطه دي ان هو حتى يعني في ناس ممكن يجي لها اوديت وفي ناس لا، واللي هيجي له اوديت مطلوب منه يبعت صوره ضوئيه يعني، صوره ابيض واسود حتى مش الوان، صوره ضوئيه من شهاده ال 35 ساعه.
مش الاساس خالص عند البي ام اي ال 35 ساعه، لانه عارف ان بسهوله انت ممكن تروح تاخد كورس باي مبلغ من المبالغ سواء اونلاين او اوفلاين وتجيب الشهاده بتاعته، حاجه سهله جدا. لكن الصعب انك تمتحن، الصعب انك تنجح في الامتحان، مش صعب يعني، مش مستحيل، بس اقصد هو ده اللي مش سهل يعني. فبالتالي هو عارف يعني ان حتى لو لا قدر الله، وطبعا ده غلط يعني، لو لا قدر الله زورت الشهاده دي وزورت توقيع الراجل بتاع الخبرات، ويعني انت مش واخد بكالوريوس اساسا، انت معاك كان دبلوم صنايع والموضوع عدى كده وقلت بكالوريوس وخلاص وضربت اي شهاده، هو عارف انه هيجيبك في النهايه في الاسئله، هي الحاجات دي بالنسبه له في الاخر استكمال ورقيات يعني عشان قوه الشهاده برضو. لكن في النهايه الامتحان مش سهل، الامتحان مش بسيط، في ناس بتسقط في الامتحان لا قدر الله، ربنا يعافي الجميع يعني. فمش بالنسبه له موضوع ال 35 ساعه ده مش حاجه كريتيكال، مش هي اللي مهمه خالص. وعشان كده يعني انا بحاول ان انا يعني اطلعكم المود بتاع ان مشكله لازم اخد الشهاده، وازاي اخد ال 35 ساعه، وازاي يبقى معايا الشهاده دي، ابسط نقطه خالص في الموضوع. وزي ما قلنا في الوفات بياخدوا الشهادات، واللي بيدخل الامتحان في الاخر اعداد قليله جدا، فعشان كده مش مهم خالص الشهاده، بسهوله جدا جدا تقدروا تاخدوا الشهاده ان كان اونلاين ولا اوفلاين ولا بكورس ولا بغيره، الطرق كتير قوي. لكن الصعب فعلا حقيقي موضوع المذاكره نفسه. فعشان كده خلينا نركز على المذاكره. مذاكره معناها ان انا اكتب نوتس، افهم وعدي الكلام على مخي واطلع نوتس واكتبها وادخل احل الاسئله، الاقي نفسي بجيب درجه حلوه في الاسئله واكمل على الجدول ده، هي دي معنى المذاكره اللي احنا عايزينها. لكن الكورس ده سهل جدا يعني، اي حد يقدر يعمله بسهوله يعني، فالموضوع مش ايه، مش صعب. فما حدش يجي عند نقطه الكورس ويقف وهي دي لما تخلص هبقى ابدا اذاكر، لما اخد الشهاده بتاعه الكورس الاول هبدا ابدا اذاكر. طب انا هدخل معاك اشوف الفيديوهات، ولو سمحتوا لو تقدروا تدوني شهاده كمان، وممكن السنه الجايه ابقى بذاكر على مهل يعني. فلا، مش هو ده الهدف من اللي احنا بنعمله. الهدف من اللي احنا بنعمله اللي مدته طويله 5-6 شهور، ان احنا فعلا نذاكر، ان احنا نعرف نجتاز ان شاء الله الامتحان. طيب فين موقع المعهد اللي بتقعد فيه محاضرات؟ لا انا مش بدي محاضرات، انا مفيش اي حاجه ايه على ارض الواقع تقريبا يعني. يا ريت نزل مواد دراسيه، قلنا هتنزل ان شاء الله، مش بي دي اف كمان، لا هتبقى باوربوينت للسلايدز كلها. معلش انا طولت في حته الكورس دي، بس عشان فعلا يعني ايه نبقى شايلين الموضوع من دماغنا يعني، مش هو ده الهدف خالص يعني. هل ممكن نسجل ولا خلاص وقت التسجيل؟ لا احنا لسه ما بدأناش يعني، احنا لسه موجودين ولسه البدايه بتاعتنا يوم السبت ان شاء الله. وحتى لو حد لا قدر الله اتاخر مثلا نقدر يكمل معانا يعني. منصلي جزاكم الله خيرا. فتره الحج يعني ماشي، هناخدها في الاعتبار، بس ما تقلقوش، بس يعني نوصل بس ان شاء الله يعني. احنا عدد اللي مسجلين تقريبا عدد كبير يعني، يتخطى ال2000 تقريبا. فأدعو الله يعني ان ايه يعني على الاقل مثلا 60-70% مثلا من الناس تكمل يعني. فخلينا بس نشوف يعني موضوع السكادجول، سيبوه معايا بس، وما فيش حد يقلق منه اطلاقا ان شاء الله. موضوع المتابعه، وان حد مثلا ناوي يطلع اجازه في الفتره بتاعه العيد، او واحد هيروح يحج، فما تقلقوش هنراعي النقطه دي بس لما نوصل لها يعني. مش حابب ان انا اغير السكادجول خالص دلوقتي. السكادجول از دان تو بي فولود يعني، ان احنا ايه نتبعه يعني ونمشي عليه. ف حته السليبج دي لو فتحناها بدري هتعمل مشاكل، فلا خليه بس دلوقتي، محدش هيغير فيه اي حاجه. لما نوصل لوقتها ان شاء الله هنشوف الوضع عامل ازاي. هل اسجل دلوقتي كعضو في بي ام اي؟ لا مفيش استعجال باشمهندس احمد على التسجيل للبي ام اي، خلينا بس الاول ايه نجري شويه ونقطع شوط كده، ونحس فعلا ان خلصنا 60-70% من السايكل الاولى، وبقى عندنا يعني خلاص العزيمه زادت وعدينا نص التراك، فخلاص هتلاقي نفسك الباقي ايه بتجري لوحدك، فمش قلقان، فان شاء الله كده خلاص داخل الامتحان. فساعتها ابدا اسجل في العضويه، وابدا ان انا ايه اعمل الابلكيشن وابعته للبي ام اي.
ما عنديش خبرة في إدارة المشروعات وما اشتغلش في المجال ده، وقرأت إن من شروط الحصول على بي إم بي إن يكون معايا خبرة 3 سنين، ده صحيح في إدارة المشروعات؟ فهل الكلام صحيح؟ أه صحيح. إذا صح أكمل مذاكرة ولا لأ؟ علم إدارة المشروعات علم جميل، يعني أي حاجة في حياتنا ممكن إن إحنا نعملها كأنها مشروع. ممكن مثلا طالعين رحلة مصيف ولا أي شيء، وله وقت محدد زي المشروع بالظبط، وله ايام واقدر اعمل له جدول زمني، يوم السبت هنروح فين، ويوم الحد فين، ويوم الاثنين فين، طب ومحتاج بادجت قد ايه عشان ان انا اقدر اتعامل مع الكلام ده، ومحتاج مثلا مين الستيك هولدرز اللي انا عايز احددهم اللي هم الناس المعنيين بالموضوع، يعني طرق الكوميونيكيشن بتاعتنا هتبقى ازاي، هنرتب مثلا هنكري او نعمل كريت لجروب واتساب مثلا نبقى بنتكلم فيها مع بعض باستمرار، وهكذا يعني. يعني في النهاية علم إدارة المشروعات مفيد لكل الناس، أي حد بيحاول إنه ينظم حياته فعلم إدارة المشروعات مفيد له. فأي معلومة جديدة كويس، يعني إحنا مثلا مجالنا إدارة مشروعات، وتلاقينا أحيانا بندرس حاجات بره، بندرس حاجات في البيزنس في الأكاونتينج، بندرس في علم النفس في الكلام ده في السكيلز، فمش شرط يعني إن أنا أبقى مجالي حاجة معينة عشان أعرف المعلومة بتاعتها. الواحد بيقعد قدام التلفزيون بتتصب عليه كمية معلومات ما يعرفهاش ومش عايز يعرفها، ومع ذلك بيفضل قاعد مثلا، فما بالك بعلم أفضل وعلم كويس يعني زي إدارة المشروعات معمول باستراتيجية كويسة أو بستاندرد حاطينه خبراء في العالم على يعني مستوى العالم في مجال إدارة المشروعات، فإيه المانع إن أنا أعرفه طبعا يعني. ولو عايز اشتغل في مجال إدارة المشروعات، ايه المؤهلات المطلوبة علما بأني مهندس ميكانيكا انتاج وبشتغل في مجال التصميم الميكانيكي؟ طيب مجال إدارة المشروعات من خلال الكورس او من خلال الفيديوهات اللي احنا هنعرضها هيبان ايه هي المؤهلات بتاعته، او هو العلم بيتكلم في ايه هي النولج اريا. انا هقولهم بسرعة طبعا بس يعني هيتنسوا، بس مع الوقت هتلاقيهم ثبتوا، اللي هم السكوب والتايم والكوست والكواليتي والاتش ار هيومن ريسورس يعني، والكوميونيكيشن والريسك والبروكيورمنت والستيك هولدر. دي المجالات يعني لوحدها كافيه بان هي تخليني اعرف افكر ان انا لما يتعرض عليا مشكله خاصه بالمشروعات ابدا ادرس جوانبها من النواحي المختلفه دي، فده هيفيدني في حياتي العمليه لحل اي مشكله ان انا اعمل لها بريك داون كويس كده، مش ان انا بس افكر من ناحيه التايم وانسى الكوست وانسى الكواليتي، او افتكر الكواليتي وما اعرفش حاجه عن الريسك. فده بيديني امكانيه كده زي ايه هي الميجر اليمنتس او هي العناصر الرئيسيه اللي انا ممكن اكسر المشكله من خلالها. المؤهلات المطلوبة مش هيبقى فيه مؤهل بقى غير ان انا اعرف العلم نفسه او ان انا افهم العلم يعني، لكن محتوى العلم ايه هو ده اللي انا كنت بوضحه. علما باني مهندس ميكانيكا انتاج واشتغل في مجال التصميم، الطبيعي وكنا قلنا الكلام ده في موضوع التكنيكال، الناس اللي بتشتغل تكنيكال سواء خاص بمشاريع الكونستراكشن او بالديزاين الميكانيكي او اي نوع من انواع الديزاين او اي حاجة هندسية، في الغالب مع الوقت الانسان لما بيكبر في مهنته مثلا بيبدا ان هو ياخد مجال من الاثنين، يا يكمل في الديزاين اكتر وبتعمق اكتر، يا يبدا انه ينتقل لمانجيريال ليفل مستوى اداري ان هو يبقى تيم ليدر مثلا وتحتيه 2 3 هم اللي بيعملوا ميكانيكال ديزاين، فساعتها انا محتاج ان انا اعمل لهم مانجمنت، فمحتاج افهم اداره. طيب كبرت اكتر شويه وبقيت لا انا مدير اداره مثلا، فكده الناس هتبدا بقى اللي حواليا يحاسبني على شويه حاجات تانية كمان بقى، مش بس الديزاين اللي انا كنت بعمله، لا هيقول لي طب معلش يا شمانس انت هتطلع لنا اوتبوت معين مختص بالميكانيكال ديزاين ده، بس ادينا سكادجول له، عايزين نبقى عارفين مثلا انت هتخلص امتى، ومش بس هتخلص امتى، ادينا مايل ستونز جوه كمان، يعني هتعمل ايه هي العناصر الرئيسيه وكل واحد فيهم هيخلص امتى. طيب هل في بادجت للموضوع محتاجين ان احنا نناقشها مع بعض مثلا، تحتاج ميزانيه معينه محتاج ان احنا نناقشها او كده، فبالتالي انا محتاج موضوع اداره المشروعات بشكل كبير كل ما بقى اترقى في الكارير باث بتاعي او السلم الوظيفي بتاعي، فانا محتاج ان انا ابقى يعني فاهم بشكل اكبر في الاداره، وفرع اداره المشروعات جزء من علوم الاداره. فلا شك ان العلم نفسه اكيد هيبقى فيه فايدة يعني.
هل الشهادة المطلوبة خبرة 3 سنوات معتمدة من الشركة اللي شغال فيها وخلاص، ولا لازم تعتمد من جهات معينة؟ باشمهندس حسام زايد، هي احنا قلنا ان ممكن يجي لك اوديت وما يجيلكش. لو ما جالكش اوديت فخلاص، و80% من الناس مش هيجي لهم اوديت. اللي ما بيجيلوش اوديت ده معناه ان خلاص ما حدش هيتقول، ما حدش هيسأله ولا هيطلب منه اي شهادات خالص. اللي هيجي له بقى اوديت هيعمله ايه؟ هيقول له ده الابلكيشن اللي انت مليته احنا بعتناه لك تاني اهو، انت كنت كاتب اسمه فلان الفلاني، لو سمحت خلي فلان ده اللي هو مديرك المباشر يوقع على الابلكيشن اللي انت كاتبه. بس يعني انا بعبي الابلكيشن، هو بيحوله لصفحتين PDF كده ويقوم جاي بعته لي تاني متعبي بنفس التعبيه اللي انا عملتها، وفي مكان للشخص ان هو يكتب كومنتس ويوقع يعني. فما فيهوش اي شهادات بقى خبره خالص، الموضوع مش شهاده خبره، الموضوع هو نفس الابلكيشن اللي انا عملته بيتبعت لي تاني PDF، واخلي المدير اللي انا كنت كاتب اسمه وانا بملى الابلكيشن ان هو يمضي لي. طبعا سؤال شهير بقى، حد هيقول لك طب انا ممكن اخلي واحد صاحبي اللي يمضي، هم يعرفوا الامضه دي ولا لا؟ فيعني لعل مثلا يكون نفس الشخص كان مضى لحد تاني فعندهم الامضه بتاعته، عملوا سيرش على اسمه عرفوا ان دي مش امضته مثلا يعني. بس طبعا النقطه الاهم اللي قلت اللي ركزت عليها ان هو مش فارق معاهم قوي النقطه دي، هو عارف انه في الامتحان هيجيبك يعني، هو الاساس الامتحان والاساس الاسئله من قوتها ان انت تعرف تحل يعني. ما كل الناس ممكن تخلي اي مدير مباشر يمضي لك يعني، الموضوع مش حاجه صعبه يعني، ده استكمال ورقيات يعني بشكل افضل. الشهادات العالميه اللي تضاهي وتوازي بي ام بي من حيث القوه البرنس 2 زي ما جاوب المهندس عماد، والاعتراف بها من الجهات الاكاديميه وهيئات العمل. لا شك البي ام بي بقت اشهر بكتير من برنس 2، بالرغم ان يمكن البرنس 2 اعداد اللي حاصلين عليها ممكن يبقى اكثر قليلا من البي ام بي. في اوروبا مشهوره اكتر على حسب الشخص هيتعامل يعني هيسافر اوروبا، اللي هيسافر اوروبا لا شك البرنس 2 هتبقى افضل له يعني. اللي قاعد موجود في الخليج او في الوطن العربي عموما فالبي ام بي هي اللي عليها الطلب بشكل عالي جدا، وهي اللي بيتسال عليها دلوقتي. جدول المذاكرة انزله اكسل. طيب حاضر. حد كان كتب اليوم المفروض في فيديو، ف كان مكتوب يسترداي، انا بسجل التلات يبقى يسترداي ده الاثنين، فلا الاثنين ما كانش فيه فيديو. لو تقصد ان هما سبت 2/4 فالجدول ده هيبدا من يوم 5 اغسطس، ان هيبقى عندنا سبت 2/4، لكن الاسبوع اللي احنا فيه ده اسبوع انترودكشن، هو فيه 2 فيديو بس، واحد السبت واحد الاربع. السبت اللي هو كان الانترودكشن، والاربع اللي هو الاجابه على الفريكوينتلي اسكد كويستشنز او الاسئله اللي بتتسال باستمرار. يا ترى اي وقت بينزل؟ هنحاول انه يبقى الساعه 10 ان شاء الله الصبح. ستوقع كده معظم الاسئله خلصت. هل في حد تاني مثلا كان سائل اسئله مفرده؟ خلينا نبص بصه سريعه. لينك فور بيمبك 6 والناس ردت. السي اي بي ام، وهي يعني مش مجالنا يعني، مش هنبقى شغالين معاها، بس هي طبعا ينفع يعني، بس يعني ما في سوق العمل ما حدش بيقدرها يعني، ما حدش بيقول لك انت معاك سي اي بي ام طب كويس، ده دي هي المصغر بتاع البي ام بي وده حاجه كويسه، ما حدش بيعمل كده خالص. هي الناس عارفه بي ام بي بلاش، فيعني مفيش داعي يعني، ما انا مش شايف لها لازمه يعني، ان هيبقى معاك شهاده وبتتابع عليها والكلام ده، ويعني دفعت عليها فلوس، فيعني ما توقعش ان هي في سوق العمل بحد بيسال عنها خالص. الباوربوينت هينزل ان شاء الله. تم اختياري في عمليه الاوديت، فيا ريت لو حد يعرف ايه الاجراءات المطلوبه. فهمتوا عايزين شهاده تخرج؟ احنا قلنا الاجراءات هي مش مجال الفيديو، بس خليني اجاوب بالمره. موضوع الاجراءات ان 3 حاجات انت بتعملهم: شهاده الكورس سواء كانت شهاده او اكتر، شهاده البكالوريوس، الاثنين دول صور ضوئيه، والابلكيشن اللي انت كنت بانيه. لو كنت كاتب مشروع واحد بيبقى ابلكيشن واحد، لو كنت كاتب اثنين بيبقى اثنين، يعني بعدد المشاريع اللي انت كنت كاتبه. فرضا كنت كاتب مشروع واحد هتلاقيه باعت لك ملف PDF واحد موجود على البي ام اي ويب سايت، على ادخل باللوجن بتاعك وهتعرف توصل له، وبيبقى كاتب لك في الايميل توصل له ازاي وكده. وبعد كده بتاخد الابلكيشن ده وتطبعه، ومديرك المباشر بيمضي عليه وبيحطه في ظرف ويمضي على قفله الظرف،
المكان اللي بتقفل فيه الظرف كده عشان يبان ان انت ما فتحتش الظرف يعني بعد ما هو ايه كتب يعني، عشان يبقى فيه شفافية يعني. وتاخد الابليكيشن الاصل اللي مديرك ماضي عليه اللي جوه ظرف ممضي عليه، تحط معاه صورة الشهادة البكالوريوس وصورة شهادة الكورس، تحط الثلاثة في ملف واحد وتبعتهم على موقع البي ام اي من خلال البريد الممتاز مثلا اللي هو الاي ام اس، باعتبار ان هو مشابه لمعظم الحاجات الكويسة وفي نفس الوقت سعره من اقل الاسعار يعني، لان خدمة تبع البريد الحكومي نفسه. بس طبعا بتوصل بتعمل لها تراك، بتقدر تعمل لها تراك يبقى ليها رقم يعني. السلايد هتنزل بإذن الله ما تقلقوش. هنبدأ الشرح امتى؟ هنبدأ يوم 5 أغسطس. أسئلة بالإجابة، الانترفيو، بروجكت كوردينيتور، يعني بره مجال الفيديو. الناس بالفعل ردت، جميل اللي بينزل. مهندس محمد حماي، ان يبقى في تفاعل. بس هو ممكن الناس ما تفاعلتش بقى ايه في الرد عشان لسه الناس بتستعد انها تذاكر. مهندس بشير، الف مبروك ما شاء الله، عقبال الجميع كده. اتوقع يعني بعد كده الباقي ايه ما كانش فيه اسئلة على طريقة المذاكرة يعني، مش على سي اي بي ام جاوبنا عليها. اللغة المساعدة بختارها وانا بملى الابليكيشن وقبل ما ادفع، مش اثناء الدفع يعني، قبل ما ادفع اثناء ملي الابليكيشن بختار اللغة المساعدة. اللغة المساعدة اللي هي اللغة التانية للامتحان يعني، ممكن الامتحان وانا بمتحن بيبقى بلغتين، عربي وانجليش، والانجليش هي مثلا اللي تحت وهي اللي انا بختار فيها، والعربي فوق عبارة عن صورة بس ما بختارش فيها اختيارات، بس الهدف منها ان هو الترجمة. بتفرق معايا زي ما بعرف بعد كده ان الاسئلة مثلا اللي فيها كلام كتير ورغي ممكن اقراها بالعربي اسرع يعني، فالاختيار بيبقى اثناء ملي الابليكيشن. استراتيجيات التحكم الفعال، المؤتمر السنوي للتخطيط وإدارة المشروعات، المهندس الخلوق، المهندس محمد ماجد جزاه الله خيرا، الرابع، المؤتمر الرابع يعني، واستمرار بيعمل ايه موضوع المؤتمرات، وشغل جميل يعني مشكور عليه طبعا. سيلكتد للأوديت، قلنا الشرح بتاعها اتوقع كده ايه. الأسئلة خلصت، السؤال برضو مكرر اللي هو موضوع الإصدار السادس. طيب كده يبقى خلصنا الإجابة على الأسئلة. محتاجين بقى ان احنا نبدأ ان احنا نستعد ليوم السبت ان شاء الله، يبقى كلنا جاهزين ان احنا هنبدأ نذاكر ونبذل مجهود ان احنا نشوف الفيديو، وبعد الفيديو ندخل على الكتاب بتاع ريتا ونبدأ نشوف الجزء اللي اتشرح اللي هو هيبقى تلت الشابتر مثلا، واحنا نبدأ نذاكر الكلام ده. لو حد حب يسبقنا من الفيديوهات اللي على اليوتيوب فشيء كويس، لكن محدش يتأخر، مش مسموح بقى خالص ان ايه ان حد يتأخر، ولو لا قدر الله حد اتأخر في فيديو يحاول انه يلحقه تاني يوم بسرعة وما يفوتش وما يراكمش حاجات عليه. وندعو الله ليكم جميعا كده بالتوفيق، وعايزين يبقى في تفاعل مستمر، اللي عنده سؤال ينزله واللي عارف إجابة للسؤال يجاوب بسرعة، وحاولوا تعملوا صداقات من جوه الجروب نفسه، واللي عارفين بعض ممكن ان هم زي ما قلنا يعملوا جروب واتساب بحيث انه يشجعوا بعض ويتابعوا بعض، ويبقى في تليفونات مستمرة، خلصت الشابتر؟ لا ما خلصتوش، طب حاول تشد، طب مش عارف ايه، طب ايه اللي واقف معاك، طب انا ممكن اساعدك فيه، الكلام ده كله يعني، بحيث برضو يبقى فيه تفاعل مستمر. وربنا يوفقكم، واهم شيء التوكل على الله والتفاؤل يعني، ان شاء الله كلنا ايه هنجتاز الامتحان باذن الله، وكلنا يعني ان شاء الله ربنا هيوفقنا في عملية المذاكرة. وبالتوفيق ونراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.